أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المغربي سعد لمجرد وهو في قاعة للرياضة، حيث ظهر النجم المغربي في الفيديو يستعرض قدراته البدنية ومهاراته القتالية، الشيء الذي أبهر متابعيه الذين لم يتعودوا على رؤيته بهذا الشكل. يشار أن سعد لمجرد قد فاز مؤخرا بجائزة ضاف بما ميوزيك أورد عن فئة أفضل فنان اجتماعي لسنة 2017، لكنه لم يتمكن من الحضور للحفل لتسلم جائزته نظرا لكونه ممنوع من السفر خارج الديار الفرنسية. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس لتصلكم الأخبار فور نشرها.